بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة التسبيح نماز پڑھنے کا طریقہ. تكبير. الله أكبر. ثناء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثناء کے بعد یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة کے بعد 10 مرتبہ تسبیح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تكبير. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. تسبيح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد ركوع سے کھڑے ہو جائیں. تسميع. سمع الله لمن حمده. تحميد. ربنا لك الحمد. سیدھے کھڑے ہو کر یعنی کوما میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تكبير. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. 10 مرتبة تسمي پڑھیں. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تكبير. الله أكبر. پہلے سجدے کے بعد یعنی جلسہ میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
تكبير. الله أكبر. دوسرا سجدة. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. फिर 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تكبير الله أكبر. تشهد. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی ایک دعا پڑھ لیں. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دوسری دعا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تيسري دعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. محترم سامعین، پہلی رکعت مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہونے کی حالت میں سورۃ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ صلاۃ التسبیح والی دعا پڑھیں. باقی سب جگہ 10-10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے. ہر رکعت میں 75 مرتبہ تسبیح پڑھی جائے گی اور 4 رکعتوں میں تسبیح کی گنتی 300 مرتبہ ہوگی. اپنے خیال سے گنتے رہیں یا انگلیوں کے اشارے سے تسبیح کا شمار کرتے رہیں. اللہ پاک ہم سب کو اس مراحل مقدس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.